صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان من قبلي فقد نظرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى صرت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من جميع أمورهم عشت مع أولهم إلى آخرهم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان تشيع العراق من عاصمة الإمام إلى الحوزة العلمية. أساساً لماذا ينظر إلى التاريخ؟ فيه فائدتان: فائدة معرفية، أن يزداد الإنسان علما، وفائدة تربوية، وهي أن يتعظ بأحوال غيره فلا يكرر أخطاءهم ويستفيد من تجاربهم الجيدة، لأن الإنسان ليس له إلا عمر محدود، وفي هذا العمر لا يستطيع أن يجرب كل شيء، وإنما لابد أن يستفيد من تجارب الغير. وهذا الأمر كما هو صادق بالنسبة إلى الأفراد هو أيضا بالنسبة للمجتمعات. أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى في وصيته لابنه الحسن، فيقول: أنا عمري صغير بالقياس إلى أعمار الآخرين السابقين. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عمر كبير، وأعمار السابقين يظهر كانت شيء كثير. فيقول: أنا وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، كل عمري مثلا 60 سنة أو دون ذلك، لكن نظرت في أخبارهم، سرت في آثارهم، اكتسبت التجارب اللي مروا بيها، فكأني أضفت أعمارهم إلى عمري. إحنا عندما ننظر إلى تاريخ شيعة أهل البيت عليهم السلام نحصل على فائدة نظرية ومعرفية
وأيضا على فائدة عملية وتربوية، لا سيما أن هذا التاريخ هو الجانب المغفل والمجهول. يعني أنت الآن أمامك تاريخ رسمي وتاريخ الخلفاء، تاريخ الحاكمين، تاريخ السائرين في ركابهم متوفر وكثير، لكن تاريخ الأئمة عليهم السلام قليل، تاريخ الشيعة كطائفة كمذهب أقل من ذلك بكثير. إحنا هذه الليلة نحاول أن نسلط بعض الضوء على تشيع العراق. العراق اليوم يعتبر من الناحية الدينية مهم بالنسبة لشيعة أهل البيت، مرجعية، الحوزة العلمية، مراقد المقدسة، الامتداد اللي موجود فيه الديني، هذا يهم الشيعة في كل مكان، مهم لموقعه السياسي، أعظم تجمع عربي موالي لشيعة أهل البيت عليهم السلام في الوطن العربي وفي العراق. من الناحية السياسية، من الناحية الجغرافية مهم، وهو يعني الشيعة الموجودون فيه يشكلون أغلبية وأكثرية. شلون هاي صارت أكثرية؟ من أين جاء التشيع؟ كيف نما فيه؟ حاول أن نشير إشارة مع أن هذا المطلب يحتاج إلى كتب ربما وجلسات مفصلة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا يترك الميسور بالمعسور. أول ما يمكن أن يقال في تعرف العراق على التشيع كان مع تأسيس الكوفة. الكوفة تأسست سنة 17 هجرية في أيام الخليفة الثاني، عندما كان الجيش المسلم قد أرسل لقتال الفرس، فكوفوا في هذه المنطقة، يعني جمعوا على صورة دائرة. التكويف والكوفة شيء بمعنى التدوير. هالمنطقة هذه سميت بالكوفة أو كوفان الجند، المنطقة العسكرية اللي اجتمعوا فيها الجنود المقاتلون على شكل دائرة، على هيئة دائرة، بنيت تلك المجاميع العسكرية. كان عدد غير قليل منها قبائل شيعية مثل همدان، مثل النخع اللي منها مالك الأشتر النخعي وكميل ابن زياد النخعي وغيره، مثل كندة اللي منها حجر بن عدي الهند الكندي، همدان المعروفة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين في الشعر المعروف: لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، وغيرها من القبائل اليمنية في الأصل، لأن العرب قسموهم إلى عرب الشمال مضر وعرب الجنوب اليمن. طيب، ذول القبائل اليمنية كانت قبائل شيعية في غالبها. لما جئت إلى الكوفة كان ذلك بداية تعرف العراق على فكر أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت عليهم السلام. لكن التطور المهم اللي صار في وجود الشيعة هو مع تحول أمير المؤمنين عليه السلام بعاصمته إلى الكوفة. الإمام أمير المؤمنين بويع بالخلافة سنة 35 هجرية في المدينة على أثر مقتل خليفة عثمان، فانهال الناس على أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم
تنادون البيعة البيعة. بويع أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة ضمن انتخاب جماهيري لم يشهد له تاريخ المسلمين نظيرا، هذا غير إمامة الإمام اللي هي من قبل هذا الحكي بمزيد من السنوات، بل منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأمير المؤمنين لما بدأ بالخلافة فجر أهل الجمل أمامه التمرد، زبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة، هذول فجروا قدام أمير المؤمنين تمرد المعروف بحرب الجمل، وكانت المعركة في جهة البصرة. الإمام عليه السلام أخذ الجيش ماله أصحابه من المدينة، مر على الكوفة استنهضهم أيضا، واتجهوا باتجاه البصرة، وهناك حدثت المعركة بين أهل الجمل وبين أمير المؤمنين، وانتهى أصحاب الجمل مهزومين. أمير المؤمنين الآن في طريق العودة، ترك البصرة، قال أنا يا أهل البصرة أنا دخلت إليكم بسيفي هذا ودرعي هذا، فإن خرجت بغيرهما فأنا خائن لله ولرسوله، حتى يعطف مثال ونموذج للقائد المنتصر الذي يعف عن أي شيء، حتى سلاح ما أخذ من عندهم. طيب، ففي رجوعه مر على الكوفة ونزلها، وتحولت من ذاك الوقت عاصمة لأمير المؤمنين عليه السلام. طبعا ما نزلها وحده، كان معه من أصحاب رسول الله الصحابة المخلصين للإمام قريب من 150 صحابي من صحابة رسول الله موالين للإمام، من التابعين يعني الطبقة الثانية اللي ما أدركوا النبي وإنما أدركوا أصحابه يسمون بالتابعين، هذول قريب من 500 واحد نزلوا مع الإمام علي في الكوفة. الآن بدأ أمير المؤمنين يرتب الكوفة على أساس عاصمة البلاد الإسلامية، يخطب فيها، يدرس فيها، ينظم أمورها. فانتشر فكر الإمام علي عليه السلام وسيرته، وكان هذا التدعيم الأكيد للتشيع في ذلك المكان وتلك المنطقة. استشهد أمير المؤمنين عليه السلام بعد 5 سنوات على يد عبد الرحمن بن ملجم، مع اشتباك الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية في القضية المعروفة، ثم لجوء الإمام الحسن إلى المصالحة وإيقاف الحرب لظروف معينة، صار اختيار أن الإمام الحسن ومعه الحسين وبنو هاشم يرجعون من الكوفة إلى المدينة، لكن الكوفة التي غرس فيها أمير المؤمنين عليه السلام ولاءه ومحبته وطريقته في الحياة بقيت تنبض بحب أهل البيت وبولائها لأمير المؤمنين، وتسلط عليها الحكم الأموي مجموعة من الولاة القساة الأشداء حتى يمحوا أثر التشيع، لكن ما استطاعوا. يعني صار هناك معاقبة على كل من يذكر فضائل الإمام، مناقب الإمام، يحدث عن الإمام، كانت هناك محاولة لإلغاء الآثار العلوية من الكوفة، لكن أهل الكوفة هذه المنطقة في الأعم الأغلب بقيت مخلصة لذكر أمير المؤمنين عليه السلام. لا يعني ذلك أن كل الكوفة صارت شيعية، لا، لا سيما قسم من رؤساء القبائل هذول كانوا يتعاملون مع القضية تعامل في الغالب مادي مصلحي سياسي يميل
مع ميلان المصلحة، لكن الأعم الأغلب من عامة الناس كان عندهم تشيع، في أكثره تشيع سياسي ونفسي ومحبة قبل أن يكون تشيعا فقهيا. استمرت هذه البلدة في ولائها لأهل البيت، كبت في قضية مسلم، صار عندها كبوة، صار عندها خوف، الناس تراجعت نفسياتهم كما بينا في الليلة الماضية، لكنهم غسلوا هذا العار عنهم بثورة التوابين، وغسلوها بثورة المختار، وغسلوها بمقاومة عبد الله بن الزبير اللي اجى وخطب في الناس، ويعني واليه عبد الله بن مطيع احتل الكوفة وسيطر عليها بعد مقتل المختار، وقال لهم احنا كذا راح نسوي وسنسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، فقالوا له لا نريد إلا سيرة علي بن أبي طالب. واستمرت في ضمن هذا الإطار من الولاء لأهل البيت عليهم السلام إلى أن نجي إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق جاء إلى الكوفة وبقي فيها سنتين، ونزل في محلة عبد القيس. عبد القيس يعني هم أسلافكم أهل القطيف، أهل الأحساء، أهل البحرين، هم عبد القيس. وهذول بعد ما صارت حرب الجمل، ولأنهم كانوا من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، فقد التحقوا بركاب أمير المؤمنين، وأكثرهم غير مسكنه من هذه المنطقة إلى الكوفة، وقسم قليل منهم في البصرة، لكن الأكثر كانوا في الكوفة ومحلة عبد القيس، محلة كبيرة في الكوفة. الإمام الصادق عليه السلام لما إجى إلى الكوفة وبقي فيها سنتين، نزل في محلة عبد القيس. تقول ليش أهل هذه البلاد شديدو الولاء للإمام الصادق ولأهل البيت عليهم السلام؟ هاي أصولهم، وهذا تراثهم، وهذه سابقياتهم التاريخية. فبقي الإمام الصادق في الكوفة سنتين، فيها السنتين تلقى العلم عنه عدد هائل من الناس. يكفيك أن واحد من الرواة وهو الحسن ابن علي الوشاء يقول أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. يعني هذول التلاميذ المباشرون اللي أخذوا العلم مباشرة من الإمام الصادق عليه السلام. طبعا تتصور أن 900 واحد بشكل مباشر، كل واحد إذا عنده حلقة درس ومجموعة تأخذ عنه العلم، شقد رح يكون العدد الإجمالي لطالب العلم والمعرفة. هنا لعل واحد يسأل سؤال إذا كان شكل، لماذا نجد ذما للكوفة، كلام مضاد إلى الكوفة؟ الجواب على ذلك قسمين: قسم من الكلام المضاد للكوفة مو مروي عن الأئمة، وإنما هذا ضمن إطار حملة الأمويين ضد الكوفة باعتبارها رمز التشيع. قسم آخر من الأئمة، ولكن الأئمة أيضا تحدثوا بالمدح والثناء للكوفة، مثل أمير المؤمنين عليه السلام إذا يقول يا أهل العراق كذا وكذا، سئمتكم، جرعتموني نغبة تهمام أنفاسا، أيضا يقول من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وسنام العرب. أو في مكان آخر يقول كأنك يا كوفة تمدين مد الأديم العكاظي
تعركين بالنوازل وتركبين بالزلازل، ما أرادك جبار غاشم بسوء قط إلا قمعه الله عز وجل. وأمثال ذلك الكوفة، حرم علي أمير المؤمنين في الرواية، كما أن المدينة حرم رسول الله والكعبة حرم الله. فهناك أيضا روايات في هذا الاتجاه. أما ليش الإمام عليه السلام كان ينحى باللائمة على أمثال هؤلاء؟ هذا لأن الإمام طبيب، الإمام قائد، ما يجي يمسح إذا شاف فد مجتمع فيه إشكاليات، ما يطيع، هذا المجتمع لا يطيع إمامه الطاعة المطلوبة، ما يقول له أحسنت، لازم يقرعه، لازم يوبخه. إذا شاف عنده تخاذل ما يقول له زين تسوي، وإنما لابد أن يقرعه ويوبخه. هذا طبيب، يحتاج الطبيب أحيانا إلى عملية جراحية يسيل فيها دم المريض. طيب، لكن في الإجمال هذا هو التوجه الموجود في الكوفة، إلى الحد اللي صار يعني التشيع فيها غالب وظاهر، إلى درجة أنه كان إذا قيل هذا كوفي يعني هذا شيعي، مثل ما الآن في بعض الأماكن يقولون هذا من فلان بلد، ما يحتاج يسألون عن مذهبه، هذا معناه أنه من شيعة أهل البيت عليهم السلام. ذاك الوقت كان هكذا الأمر، إذا قيل هذا كوفي يعني هذا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. إلى أن انتهت الدولة الأموية، جت الدولة العباسية، أراد أول خلفاء الدولة العباسية السفاح أن يجعل الكوفة عاصمة إليه، فنصحه جماعة قالوا له من ربعة أنه يابا أنت تخلي نفسك في حلق التمساح، لأن أهل الكوفة ليسوا شيعة لك ولا لآبائك، وإنما شيعة لجعفر بن محمد، شيعة لمحمد بن علي، شيعة لأهل البيت الطرف الثاني. فأنت إذا تخلي عاصمتك هنا، بالتالي هذول أي وقت أرادوا أن يتحركوا عليك أنت تكون في بحر من المخالفين لكم والمؤيدين لجعفر بن محمد ولأهل البيت عليهم السلام، لا تبقى في الكوفة. قام هو راح إلى بغداد، نقل العاصمة، وهناك بدأت بغداد كعاصمة. في بغداد أيضا بدأ تكون شيعي آخر مع بدايات الدولة العباسية، بدأ العلماء، بدأ الشعراء، بدأ الأدباء، بدأت القبائل تتوافد إلى ذلك المكان، فصارت تأسيسات شيعية في بغداد، بالتدريج تحولت إلى مناطق، قسم منهم صاروا حول مرقد الإمام الكاظم عليه السلام فيما بعد، وبعضهم على الضفة الأخرى من النهر، وتدريجيا صارت هناك قبائل وعشائر شيعية، وبدأوا يقنعون غيرهم بمذهب أهل البيت عليهم السلام. أنت تلاحظ ما وصلت سنة 300 للهجرة تقريبا إلا ووجدت فيها عدد كبير من شيعة أهل البيت هاي بغداد، وخصوصا بعد ما جاء البويهيون. البويهيون جماعة من الشيعة سيطروا على الحكم وضموا إليهم بغداد وإيران وساعدوا على نشر التشيع. بعض القبائل أنت تلاحظ مثلا الشيخ المفيد أعلى الله مقامه بغدادي، عائلته من بغداد وقبيلة من بغداد، وهو واحد من علمائنا الكبار. علماء مثل شريف المرتضى، شريف الرضي،
شيخ الطائفة الطوسي، شيخ الكليني كان في بغداد صاحب الكافي لمدة من الزمان، هذول صنعوا جوا علميا بأفكار أهل البيت وفقههم وثقافتهم. بغداد إذن صارت فالتوجه آخر لشيعة أهل البيت، ومركز ثاني من المراكز تروح إلى الحلة أيضا نفس الشيء، خصوصا أيام ما بعد المغول. المغول إجوا وقضوا على الدولة العباسية وهم احتلوا البلد. علماء الشيعة في الحلة وخصوصا والد العلامة الحلي بذكائه وفطنته استطاع أن يذهب إلى تيمورلنك، وبكلام طيب استطاع أن يأخذ أمانا للمراقد المقدسة والحوزات العلمية وشيعة أهل البيت ألا تمس بسوء. وبالفعل استطاع هذا الرجل أن يجنب هذه المراقد والأماكن والحوزات من التدمير اللي كان جاي به المغول وهالجماعة، لأنه لا قدرة لهم ولا طاقة لهم على المواجهة، وكانت مواجهة هؤلاء نوع من أنواع الانتحار ليس إلا. فكان الحكمة والعقل يقتضي أن يتم المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من العلم. آلاف الكتب المخطوطة أمكن استنقاذها بهذه السنية والشيعية. مكتبات دمرت في بغداد، بينما المكتبات اللي كانت في مناطق الحلة والمراكز العلمية الشيعية وفيها عدد هائل من كتب السنة أيضا تم الاحتفاظ بها، وفيما بعد أخرجت وأمكن الاستفادة منها. استمر هذا الوضع بهذه الطريقة إلى أن نجي إلى العصر الحديث، يعني من أيام مجيء العثمانيين الأتراك وأخذهم للعراق. صراع كان بينهم وبين الصفويين، وكان وضع الشيعة في غالب الأحيان يتأثر تأثرا سلبيا بهذه العلاقة. يعني إذا معركة بين الصفويين في إيران والعثمانيين في تركيا صارت، من يأكل علقة؟ الشيعة في العراق، يضغط عليهم الأتراك العثمانيون. طيب، لكن إجمالا بقي وضع الشيعة في حالة توسع طبيعي. التحول الكبير اللي صار في وضع الشيعة بحيث تحولوا إلى أكثرية للسكان، إلى الآن مهم أكثرية، إلى ذاك الوقت أوائل أيام العثمانيين ما كانوا الأكثرية، لكن خلال فترة من الزمان قريب من 70 سنة صار هناك جملة ظروف حولت التجمع السكاني العراقي الشيعي إلى أكثرية. البريطانيون عندما جاءوا سنة 1917 أو 18 سووا إحصاء، هم كانوا يعرفون من خلال الأتراك أن الشيعة مجموعة صغيرة، جماعة ملتفين في النجف حول مشهد الإمام علي، وجماعة صغيرة ملتفين بكربلة حول مشهد الإمام الحسين، وجماعة شوية في الكاظم، وهنا وهناك وجودات بسيطة شرذمة قليلة. هذا كان نظر الأتراك. لما إجوا البريطانيون بوسائلهم العلمية في الإحصاء تبين لهم أن الشيعة في ذلك الوقت كانوا 55% من المجتمع العراقي كله. فهذا تعجبوا منه، شلون صار هذا التحول؟ من وين إجا هالتشيع؟ كيف صار؟ هناك عدة أسباب أنا أذكرها الآن على سبيل الاختصار. واضح أن المطلب فيه شيء كثير من الحديث، وأن سنوات كثيرة لابد من إغفالها حتى نقدر خلال 40 دقيقة 45 دقيقة نضمن إلى تاريخ ما القريب من 1300 سنة 1400 سنة. هذا ما يمكن إلا أن واحد يبتر بعض السنوات باتر. هناك أسباب. أول سبب، وهذا غريب يعني على خلاف ما أريد، كانت الحملات العسكرية التي شنتها
بعض القوى المتطرفة من الدول المجاورة من المذاهب المخالفة ضد المراقد المقدسة. هذول الجماعة المتعصبون سووا حملة وغزوا كربلاء ونهبوا اللي كان في الحرم الحسيني وقتلوا ودمروا وإلى آخره. طيب راحوا إلى النجف حاولوا أيضا أن يسووا نفس الشيء، لكن هناك كانت مقاومة عسكرية شديدة قادها شيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير رحمة الله عليه، وكان استعد إلى هذا بأعمال عسكرية وخندق وما أدري سور وغير ذلك وخطة عسكرية محكمة، فما صار شيء. هذه الغزوات كانت أحد الأسباب غير المباشرة لانتشار التشيع. شلون هذا تصير؟ الناس القبائل بالذات البدوية اللي كانت في ذاك الوقت غير شيعية، لما شافوا هذا العنف، شافوا هالشدة، شافوا قضية أن القتل على أسهل شيء، يعني واحد شافوه يشرب يدخن التبغ طخوه، واحد شافوه حالق لحيته قتلوه، واحد ما أدري زاير قبر من القبور سحلوه. طيب باعتبار عندهم بدع هاي الأمور، هذول الجماعة المهاجمون العسكريون، طيب كل هالأمور عندهم بدع وبعضها يصل إلى الكفر، فكانوا يقتلون بهذه السهولة. هذول القبائل والعشائر التفتوا إلى نفسهم قالوا عمي إحنا المفروض أن مذهبنا مثل مذهب هذول المهاجمين، قاعدين نعيش ويا الشيعة عشرات السنين مئات السنين، ما وجدنا فيهم إلا الأمانة والصدق والإخلاص والمعاملة الحسنة الطيبة، مع أنهم على خلاف مذهبنا، هذول جماعة مذهبنا، علشان واحد يدخن جيجارة يطخوه بالرصاص شلون يصير؟ واحد لأنه قد حلق لحيته يقتلوه شلون هذا يصير؟ واحد يزور قبر من القبور يؤذى كيف هذا يصير؟ فكان هذا بداية لرفض التوجه الآخر والالتحاق بمذهب أهل البيت عليهم السلام. حالة التشنج، التطرف، العنف اللي جاء به هؤلاء المسمون بالإخوان، هذولا كانت سببا غير مباشر لأن يرى الناس هناك من غير الشيعة، ما في الشيعة من حسن، ما في التشيع من تسامح من أخلاق، وأدى بهم إلى أن يسلكوا منهج أهل البيت. هذا السبب. راجعوا كتاب الوحدة، العراق سياقات الوحدة والانقسام، وغيره من الكتب، كتاب شيعة العراق لدكتور إسحاق نقاش، وأكثر من كتب حول هذه المرحلة يشير إلى الدور المعاكس اللي خلفت هذه الحملات التي شنها هؤلاء المتطرفون على شيعة العراق، أدت إلى رد فعل عكسي من قبل باقي الطوائف، فتشيعت وتمذهبت بمذهب جعفر بن محمد. هناك سبب آخر طبعا، هنا في هالأثناء صار عدد كبير من القبائل. سبب ثاني، أن الحوزة العلمية بدأت تتوجه بشكل جدي إلى هذه القبائل. شنو اللي صار؟ العثمانيون الأتراك، هذا الكلام حوالي سنة 1700 ميلادية، أرادوا أن يسووا توطين إلى القبائل البدوية. ليش يسوي توطين؟ يقول لك هذولا إذا قعدوا في مكان رح يزرعوا، إذا زرعوا رح نأخذ منهم شنو؟ ضرائب وأموال وما شابه. فأقطعوا هؤلاء وأعطوا هذولا أراضي شاسعة في حوض الفرات. طيب العراق يشقه نهران، هالمنطقة اللي حول النهرين كلها وزعوها على القبائل، بس أنتوا ازرعوا، فإذا زرعوا العثمانيون الأتراك يأخذون شنو؟ الأعشار، يأخذون الضرائب.
لما هذول سكنوا صاروا على مقربة من المراقد الشيعية والحوزات العلمية الشيعية والمراكز السكانية الشيعية. توجهت الحوزة العلمية من أيام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وبعده الشيخ صاحب الجواهر، وبعده الشيخ الأنصاري، توجهت الحوزة العلمية إلى هؤلاء لأنهم جماعة ما عندهم ثقافة، ما عندهم معرفة دينية، فبدأوا يثقفونهم على وفق منهاج أهل البيت عليهم السلام. عندنا واحد من العلماء اسمه السيد مهدي القزويني رحمة الله عليه، هذا كان زميل الشيخ الأنصاري، ولو باقي في النجف يمكن كان أيضا يصير المرجع الأعلى بعد الشيخ. هذا كان نذر نفسه إلى هالأمر، يشيل نفسه كل سنة من مكانه، يروح إلى مضيف القبيلة الفلانية ويبقى هناك سنة كاملة، يبدأ بتعليم الأطفال الصغار من ألف باء تاء وعلى هالمعدل، وعلم الشيوخ والكبار المسائل الشرعية، وعلم النساء كيفية الصلاة، ويفصل بينهم في مشاكلهم. هذا قاتل له جاموسة، وش يسوي إلى ذاك ما أدري، ماخذ بقرة من فلان وماخذ كذا، فيقضي بينهم وهو في مضاربهم. تحول إلى كل شيء بالنسبة لهم، جامعة على كل المستويات، هم يدرس ابتدائي متوسط ثانوي وجامعة، ويصلي بهم جماعة سنة كاملة يبقى. طبعا في تلك الأماكن لم تكن الأمور مهيئة، ومع ذلك كان يبقى إلى سنة كاملة، إلى أن يخليهم كلهم أولياء لأهل البيت عليهم السلام، يعلمهم أمور دينهم، يعلمهم كيف يتعاملون، أصول الأخلاق، ثم بعد ذلك يتركهم إلى قبيلة أخرى وثالثة ورابعة وعلى المعدل. ونشطت في تلك الفترة فكرة الوكلاء عن المرجعية. شيخ جعفر كاشف الغطاء كان يرسل عددا كبيرا من العلماء ومن الفقهاء إلى هالأماكن. الشيخ كاشف الغطاء ألف كتاب، هذا جواهر الكلام اللي هو الكتاب المعروف والمهم، يقول أنا كنت أروح للتبليغ في هالأماكن، أروح للإرشاد في هالأماكن، فحتى لا أخذ إياي كتب كثيرة كتبت إلي كتاب مالي أنا خفيف يجمع كل الأقوال. هنا يتبين أهمية ودور الحوزة العلمية في تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع موالي لأهل البيت عليهم السلام. هنا إذا واحد إجا وسأل ويش دور العلماء، شنو أهمية الحوزة العلمية، وين تذهب أموال الخمس، وين ما أدري كذا، تقول لهنا دور الحوزة العلمية يشتغل يحول إليك شعب كامل، مجتمع كامل، إلى مجتمع موالي لأهل البيت عليهم السلام، ثم فيما بعد هم يأخذون الراية، وإحنا نتوقع أن العراق والشيعة يكون لهم دور مهم جدا في نشر التشيع وفي نشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام، باعتبار لغتهم العربية وامتزاجهم في المحيط العربي وما شابه، وتاريخهم وتراثهم وحوزتهم وإلى آخره. هنا يتبين أهمية الحوزة العلمية، دور العلماء في هذه الفترة، دور الوكلاء في هذه الفترة، دور أموال الخمس في هذه الفترة، كيف أنها جعلت مجتمعا كاملا من أقلية إلى أن يتحول إلى أكثرية. هذا سبب ثاني وهو السبب المركزي. سبب ثالث، وجود المراقد المقدسة في العراق أيضا كان له عامل مهم في هذه الجهة. طبعا تحول الوضع مع العراق حيث صار الشيعة هم الأكثرية، عاقبهم البريطانيون، وهذا أشرنا إلى في بعض الفترات، لأن الشيعة وقفوا سدا واحدا بوجه الاحتلال البريطاني، تقودهم المرجعية، المراجع أفتوا قاطبة بمقاومة البريطانيين، فعاقب البريطانيون الشيعة بأمرين،
الأمر الأول حرموهم من التمثيل السياسي، أكثرية سكانية ولكن لا يوجد لها تمثيل سياسي، لا في البرلمان اللي كان، ولا في الحكومات اللي تأسست، ولا في دوائر الخدمات. ما كان يتناسب أساساً الوجود لهؤلاء مع حجمهم السكاني. العدالة إذا تريد تشوف في مكان أكو عدالة أو ماكو عدالة، شوف التمثيل السياسي لهم. عدهم 50% من السكان، يعني أن في الخدمات في البرلمان في الحكومة لازم يكون عندهم 50%، عدهم 20% كذلك. في العراق مع أنهم كانوا الأكثرية إلا أنه لم يكن لهم حتى نسبة 5% من الوظائف المهمة والأساسية والتمثيل السياسي. هاي أول عقوبة سواها البريطانيون، شافوا هذول جماعة مالت مقاومة، جماعة مالت ثورة على الاحتلال، فخلينا نعاقبهم. هذا واحد. والثاني حاولوا أن يحرموهم من قضية التعليم والكفاءات، خلوهم على حالة الجهل. وربما أيضا وجد بعض البريطانيين من يؤيدهم من غير الواعي، يقول لك هاي الدراسة حرام وما يجوز وما أدري كذا وفلان، خلينا نبقى على حالنا أحسن، نبقى حمالين ونبقى كذا أحسن إلينا من نتورط إياهم. طيب، فعوقب الشيعة سياسيا بذاك الجانب وتعليميا بحرمانهم من التعليم. لكن تعلمون أن الوعي يزداد والتحولات تصير، واستطاع شيعة أهل البيت أن يطوا تلك المراحل وأن يقدموا للعالم كفاءات على مستوى عالي، على مستوى يعني تذعن له النفوس. الحوزة العلمية أخذت تلتقط أنفاسها وقدمت نماذج رائعة من المعرفة والعلم والشخصيات الكبيرة، وتجاوزت تلك المرحلة. كل ما زاد عنف الدول العلمانية التي جاءت فيما بعد كالبعثيين وغيرهم، شيعة أهل البيت زادوا إصرارا على مبدئهم من جهة، وزادوا تعلقا بأن يكونوا أصحاب كفاءات. وهذا درس لمن أراد أن يتعلم. أي مجتمع إذا أراد أن يأخذ حقه لازم تكون كفاءات عالية وكثيرة، وإلا ما حد يجي يتصدق عليه بأي شيء، إنما يستطيع أن يأخذ ما ينبغي له أن يأخذه إذا كان على مستوى من الكفاءة والعلم والمعرفة، ويفرض نفسه على الآخرين. وهذا اللي سووه شيعة العراق. الآن أنت لما تفتح عينك تشوف كفاءات متنوعة وأصحاب شهادات عالية وراقية، بالرغم من أن هالدول خصوصا البعثيين فعلوا الأفاعيل في التهجير والتقتيل والتأخير. طيب، ولكن مع ذلك العدد كان عدد هائل. هذا فد شيء إجمالي كما قلت لك، يعني تاريخ مجتمع وشعب ما يمكن أن يختصر في ساعة ولا ساعتين ولا غير ذلك، ولكن إحنا نريد أن نأخذ بعض مواطن العبرة في هذه الجهة حتى نلتفت إلى ما الذي قام به هؤلاء من أمور طيبة ونضيفها إلى مجتمعنا. العراق صار بعد الآن هو محضن لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ما هو أفئدة المؤمنين منذ ذلك اليوم الذي وضع فيه أمير المؤمنين عليه السلام ثقله، وأكمل ذلك الأمر أبو عبد الله الحسين عليه السلام عندما دخل إلى كربلاء لكي تكون هذه الأرض منصة انطلاق، مو مقبرة. هاي كربلاء ما صارت مقبرة للحسين عليه السلام، وإنما منصة انطلاق للعواطف والأفكار والعلم والمعرفة والشهادة والفداء. الحسين عليه السلام وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم سنة 61، طلع من مكة المكرمة متجها إلى
الكوفة ودخل العراق، دخل كربلاء في اليوم الثاني. شوية يمشون وإذا بواحد من أصحابه قد كبر الله أكبر الله أكبر. قيل له لما كبرت؟ قال رأيت سعف النخل، يعني يتبين وصلنا إلى الكوفة، والحسين اللي الآن مطارد سوف يلجأ إلى ملجأ، يشوف أصحابه يشوف أنصاره هنا، وهذه أبواب الكوفة يتبين هاي بساتينها وأطرافها. دققوا النظر، قال له لعمي ماكو هنا نخيل، وإنما هي أسنة الرماح المتعطشة لدم الحسين وأصحابه. ماذا نصنع؟ هل هناك محل نلجأ إليه يكون في ظهرنا؟ قالوا بلى، هذا ذو حسم شوية. وإذا بجيش الحر ابن يزيد الرياحي 1000 واحد جاءوا وقد أهلكهم الظمأ. الحسين كتلة رحمة، كتلة حنان، هذا السقاء العطوف مو على البشر، على الحيوانات بأبي وأمي، يلتفت إليهم ويقول أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. أسقوا القوم، ملأوا القرب لهم، سقوهم عن آخرهم، إلى أن جاء واحد علي بن الطعان المحاربي وهو يلهث دالع لسانه من العطش، حاولوا أن يسقوه ما عرفوا، قام الحسين العطشان بأبي وأمي لكي يسقيه، بيده الشريفة يخنف هذه السقاية والقربة ويدلق الماء في فمه ويقول له اشرب. هذا وين كان عندما وقع الحسين على الرمضاء وهو ينادي وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء؟ ما يسمع إلا جواب من ذلك اللعين يقول لا تذوق الماء حتى ترد الحامية. فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه أخلاقية أهل البيت عليهم السلام، هذه أخلاقية المنهج العلوي لأهل البيت سلام الله عليهم. هنا وصل الحر الرياحي، صلى الحسين بهم، بعد ذلك بدأ يخطب فيهم، علمهم ما هو الغرض من عنده. الحر الرياحي قال أنا عندي مهمة محددة، لازم أسلمك إلى ابن زياد، أخذك مخفور إلى الكوفة. قال ثكلتك أمك، الموت أدنى لك من ذلك. فقال له الحر الرياحي يا أبا عبد الله، والله لو أن أحدا من العرب قالها كائنا من كان يذكر أمي في وسط الرجال بالشتم ما تركت ذكر أمه، ولكن أمك فاطمة الزهراء، أمك بضعة المصطفى، ماذا نستطيع أن نقول؟ لا نذكرها إلا بأحسن ما نقدر عليه. هذا اللي يخلي الحر الرياح احترامه لفاطمة الزهراء يخليه شهيد من شهداء كربلاء. لذلك أنا وإنت نقدر هذه السيدة الجليلة، نحترم هذه السيدة الجليلة ونطمع في شفاعتها ونلقاها إن شاء الله. أراد الحسين أن يتحرك، اعترضه الحر الرياحي، اصطدمت المحامل ببعضها، أرعبت النساء، خافوا، تعالى البكاء من النساء، خافوا. فيها الأرض هذه فيها صحراء، 1000 فارس من الأعداء، هم ما يدرون ما الذي يجري عليهم، صارت حالة من الرعب والخوف. هنا تم التوصل إلى حل، أن يمشي الحسين عليه السلام على غير الجادة. وينك يا الطرماح؟ أنا وإنت إن شاء الله في قافلة الحسين. وبدأ يحدو يا ناقتي لا تذعري من زاد، واسري بنا يا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير ساد.
آل رسول الله آل الفا يا مالك النفع لنا والضر أيد حسين يا الله أيد اللهم نهج الحسين اللهم احفظ زوار الحسين هؤلاء المجتمعون الآن هناك يتحلقون كالفراش نسألكم الدعاء رزقنا الله وإياكم وأشركنا الله وإياكم أيد حسين سيدي بالناصر سارت الإبل سيرا وإيدا اطمأنت قلوب النساء هذا وأبو الفضل العباس يحيط بركاب العقيلة زينب وكلما احتاجت إلى حاجة جاء إليها إلى أن وصلوا إلى كربلاء توقف جواد الحسين بعثه لم ينبعث حركه لم يتحرك قال ها هنا محط رحالنا وها هنا تسبى نساؤنا وها هنا تذبح أطفالنا نزل وأنزل النساء وينك أبو فاضل خيمة العقيلة زينب تنتظر واحد إليه جاء إليها أبو الفضل العباس نصبها حرص عليها وكل ساعة عباس ونزل إلى زينب العقيلة هذا يوم ويوم آخر يوم الحادي عشر من المحرم تلتفت زينب إلى إخوتها لا تجد أحدا من صوب زجر ومن صوب شمر وإذا بها تلتفت إلى أبي الفضل العباس لمنا شد وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الباب وسباطعش يبران الحسايب أثار الرجا وذاك الأمل خاب خويا ويا الغرب لا رحت تنعاب يا أبو فاضل أريد من عندك ونة كأن زينب تعاتب العباس على ما صارت إليه عندك يا أبو فاضل يا خويا اشتكي حرمة بلا والشمير يبرالي واليحدي للناقة زجار عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يردو خويا المحامل بالدرب منه اليباري عقبك يا والي يا ويلي علي يسبوها من كتر الكتر عباس يا عيون ترضى يذلو خويا انت الجبتنا من الوطن وتشفلت بيه انت الجبتنا من الوطن وتجفلت بيدك تبارينا والساتخة ما بين عدوان وكفر عباس يا عيون ترضى يذلو عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي
إذا العدا سلبوني. نسألك اللهم وندعوك